عبد المهيمن شحات علي، مهندس زراعي بالمعاش، بلعب رياضه حاليا، وسني ان شاء الله شهرين كده يبقى 68 سنه. لعبة اسمها ستريت ورك اوت او لعبة الشوارع، على اساس لو انا ما معيش فلوس مش عارف اروح جيم او مش قادر، ممكن العب في الشارع على عمود نور، اتسلق شجرة، وطالما انا ما بضرش حد ما حدش له عنده حاجة. في شباب يعدي بيتمسخر، ايه يا عم اللي انت، ايه انت طالع على العمود، انت هجام ولا ايه يا عم؟ بس في ناس محترمه فاهمه وبيجي وبيلعب معايا وبيتمرن معايا. احنا قضيه ثقافه. في ناس شايفه ده مبدأهم او طريقتهم. بطل، انت كبرت، انت السن حدود، انت ممكن تقفز قفزه من اللي انت بتقفزهم تتكسر، انت مش لسه شباب. انا بيني وبينك الكلام ده ما بحطوش في دماغي.